السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الطلبة في درسنا لهذا اليوم، النشاط الاقتصادي للسكان، الجغرافيا السكانية، أجا 312. يتوقع من الطالب في هذا الدرس أن يتعرف على 1. مفهوم القوة العاملة. 2. أن يقارن الطالب بين القوة العاملة في البلدان الصناعية والقوة العاملة في البلدان النامية. أن يبين الطالب أسباب تضخم قطاع الخدمات. النشاط الأول من خلال القصة التي أمامك، أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، حدد الأنشطة الاقتصادية التي يعمل بها أفراد الأسرة. السؤال الثاني، ما المقصود بالقوة العاملة من خلال النص؟ سوف نتعرف الآن على إجابة النشاط رقم 1. رقم 1، حدد الأنشطة الاقتصادية التي يعمل بها أفراد الأسرة. يعمل الأب واثنين من أبنائه في قطاع الزراعة، بينما تعمل الابنة في قطاع الخدمات، ويعمل الابن في قطاع الصناعة، وكذلك الأم فإنها تعمل أيضا في قطاع الصناعة حياكة الملابس. السؤال الثاني، ما المقصود بالقوة العاملة أو معدل النشاط؟ يقصد بالقوة العاملة جميع العاملين والباحثين عن عمل، حيث تشمل هذه الفئة أصحاب المهن والمساعدين والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الشباب الذين يبحثون عن عمل. ويستثنى من هذه الفئة الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الانخراط في سوق العمل، المتقاعدون، أصحاب الدخل، طلاب المدارس، المجندون لخدمة العلم، النساء المتفرقات للعمل المنزلي. أما معدل النشاط فيحسب ب القوة العاملة على مجموع السكان مضروب في 100 ضرب 100. معدل النشاط لدى الإناث، القوة العاملة من الإناث على مجموع السكان من الإناث ضرب 100. والآن سوف نقارن بين خصائص القوة العاملة في البلدان الصناعية وخصائص القوة العاملة في البلدان النامية. أولاً، القوة العاملة في البلدان الصناعية يتراوح معدل النشاط بين 36 و55%. 2. تدني نسبة إسهام المرأة في الماضي في حين تساوت المرأة مع الرجل في مختلف الميادين. زين. أما بالنسبة للقوة العاملة في البلدان النامية فيتراوح معدل النشاط بين 23 و59%. يتراوح معدل النشاط في الدول العربية بين 23 و33%. ويرجع السبب في تدني معدلات النشاط في البلدان النامية إلى 1. ارتفاع نسبة صغار السن. 2. تدني نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي. 3. غياب الإحصاءات الدقيقة حول العمل والعاملين في البلدان النامية.
زين. ننتقل للنشاط رقم 2، من خلال الصور التي أمامك أجب عن الأسئلة التالية. رقم 1، حدد أهم قطاعات العمل للسكان من خلال الصور. رقم 2، ما الفرق بين القطاع الصناعي في البلدان الصناعية والقطاع الصناعي في البلدان النامية؟ تعرف على إجابة النشاط رقم 2. 1، قطاعات عمل السكان النشيطين تتمثل في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. السؤال الثاني، ما الفرق بين القطاع الصناعي في البلدان الصناعية والقطاع الصناعي في البلدان النامية؟ ازدهر قطاع الصناعة بالبلدان الصناعية بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، أما الدول النامية بقى فيها ضعيفا باستثناء بعض البلدان التي تشهد نموا لهذا القطاع كما في الصين، الهند، البرازيل وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ. ننتقل إلى إضاءات. 1، يشمل القطاع الزراعي على الزراعة والغابات والصيد. انخفضت نسبة العاملين بالزراعة إلى 10% في البلدان الصناعية، أما الدول النامية فيظهر فيها ارتفاع نسبة العاملين بالزراعة إلى 50% مثل السودان، موريتانيا، الصومال. أيضا نلاحظ نزوح المزارعين إلى المدن أدى إلى انخفاض نسبة العاملين في الزراعة في البلدان النامية. كما يعتبر القطاع الثالث في البلدان الصناعية من أهم القطاعات الاقتصادية نتيجة ارتفاع معدل مساهمته في العمالة حيث وصل إلى معدل 78.5%. سوف نتعرف الآن على أسباب ونتائج تضخم قطاع الخدمات للبلدان الصناعية والنامية. لاحظ تضخم قطاع الخدمات، ما الأسباب التي أدت إلى تضخم هذا القطاع؟ 1، تنوع المجالات التي يشملها تجارة، النقل، السياحة. 2، ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. 3، التقدم العلمي والتقني. أما بالنسبة للنتائج التي أدت إلى تضخم قطاع الخدمات، 1، ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الخدمات. 2، تراجع نسبة مساهمة القطاعين الأول والثاني في العمالة. انتهى درسنا لهذا اليوم، تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.